محمد أحمد أو كما ينادونه ميشو، الحاصل على ليسانس حقوق، يخرج من بيته في 7 صباحاً ليتوجه لأحد أصعب الأعمال في العالم، والتي لا يزاولها إلا أصحاب القدرات الخاصة، وهي غطاس المجاري. أنا باخد أوردر الشغل، ببدأ باخد بجهز بقى معداتي وببدأ أطلع مع الرجالة، وأنا في عمل بنبدأ نخطط الشغلة، بنعرف الشغلة عبارة عن إيه، العمق قد إيه، الكلام ده لأن هي عملية دراسة، لأن أقدر أعرف إيه اللي هقدر أستخدمه. أنا خدت الليسانس أثناء الخدمة كأول حاجة إن أنا أقدر أعرف حقوقي، غير إن أنا أعرف حقوقي إن أنا تغيير مستوى اجتماعي، كده كده أنا هختص، أنا ما طلبتش بالتسوية لدرجة إن أنا بكمل، أنا ناوي أقف لغاية الدكتوراه، هكمل لغاية الدكتوراه. ليه؟ التعليم حلو مش وحش. حتى وسط احتياطات السلامة الكثيرة والدورات التدريبية، إلا أن المخاطر عديدة، فالغلطة ثمنها حياة. معايا دورة مساعد مدرب غطس، وغير كمان غواص تجاري، حصل على شهادات غواص تجاري قطع والحام وانتشال. كده كده احنا بناخده ابر وبناخده امصال وبناخده ادويه للكلام ده، واخدين دورات جامده قوي، فبنتعامل مع الغازات بنظام اللي احنا نهوي البير ونحط بلاور هواء، ان في تحت عندك حضرتك في البير 3 غازات، غاز اشتعال اللي هو بيولع، واول اكسيد الكربون هو خانك، وكبريتيت الهيدروجين ده في خلال 5 ثواني بيقضي على المخ لو حد شمه، أو هو بيبقى في اشاره بينه وبينه ماسكه الحبل بايديه بيرفع ايديه بحسب ما بنتفق انا وهو غطاس، انا معايا كذا غطاس بنتفق على الغطاس على الاشاره. تحت هذا الغطاء المعدني الثقيل يبحث ميشو عن لقمه عيشه، تاركا دراسته في الحقوق ليصبح جندي مجهول في أعماق المخلفات. الشغلة دي بتعرفني على ناس وبتعلمني حاجات كتير، يعني خلتني بسبب الشغلة دي ألفت كتاب في الاقتصاد في 2013، علمتني الصبر وطولة البال، علمتني ان انا ممكن انزل مطلعش، فلازم ان انا ايه ما يبقاش في بيني وبين اي حد خلافات، حتى لو تعيكت مع حد او الكلام ده ممكن واحد صالح معاه عادي، ان حياة شعرة. مي عدلي، آخر النهار.